السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو انت شغال او بتدرس ومحتاج ان انت تركز، ففي اداة كويسة جدا بتقفل النوتيفيكيشن او التنبيهات. اضغط هنا الجزء اللي عند الساعة دوت وقول له فوكس اسيسنت سيتنج، والعادي انها تكون اوف. لا، ممكن تقول له لا انا عايز البريورتي اونلي، يعني الحاجة خطيرة جدا، الارم اونلي. تمام، وقول له اوتوماتيك اعمل الرولز ديت لما اكون مثلا عامل دبليكيت للشاشه، او لما اكون مثلا، طبعا مش وانت بتلعب جيمز مش عايز حد يقطعك ايه يعني. تمام، القصد ان انت تقدر تتحكم في ان ما تشوفش تنبيهات غير الحاجه الضروريه جدا، يعني بدل ما كل شويه يجي لك تنبيه ان في حاجه، حد بعت لك رساله على الفيسبوك، حد بعت لك حاجه على تويتر، حد القصص دي بتشتت الواحد، فالافضل ان انت تقفلها خالص.